مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ اليوم الفيديو رح يكون عن رح نلعب لعبة فران بو الجزء الأول. طبعا بتمنى تعجبكم اللعبة، فقبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة إذا مش مشتركين، وما تنسوا تحطوا لايك، ويلا نبلش بالفيديو. Everything's fine. It feels like heaven. I see my parents. They look happy. They have a present for me. I wonder. It's a cat. So sweet and pretty. اوكي جماعة، نحن هلا وصلنا بتشابتر 1 My Sober Day. هون يا جماعة طبعا البنت اغمى عليها، هربت من البيت بعد ما اهلها ماتوا. طبعا اهلها ماتوا، حدا قتل اهلها، وبعدنا مش عارفين مين قتل اهلها، فاهلها ماتوا فهي هربت من البيت. لما جابوا القطة اهلها ماتوا، وهون في غرفة الدكتور عم يحكي مع الدكتور وهيك هيك، لأن هلا البنت بعد فايقة. طبعا هي البنت اسمها فران، وقطتها ضاعت بالغابة بعد، يعني هي مش مع قطتها، هلا هي البنت بالميتة. طبعا يا جماعة هون البنت عم تحكي مع الدكتور، عم هيك يعني عم يحكوا مع بعض، عم يحكوا مواضيع أبصر شو هي. المهم يعني عم يحكوا، عم يقول الدكتور انه انا إلي بدي اعطيك شيء يا فران. قالت له شو هو؟ قال لها روحي شوفي شو في فوق الطاوله. قام راحت تشوف هذا الشيء من عمتها. عمتها تطية، عمتها اعطتها جزدان امها الصغير عشان يضل مع ذكرى، وهذا الجزدان له قصه كتير كبيره بضل معها للجزء الخامس وهو الاخير. طبعا عطتها فيها بقلبها ورقة مكتوب بقلبها هود كيف بدك تستعملي الشغلات، في بقلب بس تفتحوا الجزدان، كيف بدكم تفتحوا الجزدان بتلاقوا هيك مكتوب كلمات هود كيف بدكم تستعملوهن. عم تقلها كيف تستعملوا له الكلمات. قام قال الدكتور انه هي قلقانة عليك يا عمتك. قالت لا انا كمان قلقانة على عمتي كتير، وبلشوا ياخدوا بالحديث. وهي قالت له هلا انه انا هلا فيني روح على غرفتي؟ قال لا بدك تاخدي الدواء قبل ما تطلعي. قبت هون قال لا ما هي، قال لا فين اطلع، قالت له فين اطلع غرفتي؟ قالت له لا بدك تاخدي الدواء. قالت له انا معش بدي اخد دواء من يوم وطالع. قال لا بلا بدك تاخد الدواء، هاي هو مصر. قام بقشت الممرضة والبنت أخذت الدواء، هي أخذت الدواء. أوكي عم تقول إني حاسة بشعور مش مليح. أوكي هي بس تشوف الدواء بتشوف مثل هيك الشغلات، يعني بتشوف شي مش حلو، شي مرعب. قال لها خديها على الغرفة وما عاش تعطيها هيدا الدواء من يوم وطالع، يعني خبيه خلص. اوكي فران بو، هذا الزلم اللي شفته هي على الشباك. اوكي يا جماعة هلا البنت راحت على غرفتها، اخدوها على غرفتها. اوكي فات. اوكي عم تقول لازم اطلع من هون انا بس روقت. اوكي يا جماعه انا طبعا هلا شايف حاضر مثل ما اعتبر حاضر القصه على اليوتيوب وبعرف هلا شو بدي اعمل. اول شيء عشان نطلع من ليكو هون، شوفي هون في هيدا الباب ماشي، وهيدا الباب مقفل فبدنا شينا نفتحه فيه. اول شيء بدي اكسر هون هيدا البردايه وبدنا ناخذ هاي. طيب وهلا بدنا نروح نحكي مع هيدا الصبي. اوكي هون عم نحكي مع الصبي وهيك. هلو فيل، هلو هاو ار يو؟
اوكي يا جماعه، هذا السبع عم بقولوا عنه انه هو مريض، عم رح اقول له they are just stupid. Are you leaving tonight? I will if you help me. عم قال لي انت رح تروح اليوم؟ قلت له يمكن اذا انت ساعدتني. قال لي الشيء الوحيد اللي بعرفه هو انه في قال لي الشيء الوحيد انا بعرفه هو مفتاح الاوفيس، الغرفه، ما بعرف شو لسه عشان اوفيس. اوكي رح قال له there is a key inside. I saw the door write a secret. I saw the doctor write a secret code. عم بيقول لي إنه الدكتور كتب رمز أو كود سري. A secret code رح أقول له to open the yellow door. يعني هيدا الباب. على الباب اللي تحت. He doesn't. هذا الباب اللي بيطلعكم من الميتم كله. He doesn't want to me to tell you. قلت رح أقول له مين. عم بيقول لي بتوش يعني أقول لك. قلت له مين. قال لي هو. مين هو؟ هو ايه عرفته، هذا اللي هذا هو الزلمه اللي طلع لنا طلع على البنت بالشباك. leave me alone I hate you. اوكي بدنا نحاول، رح اخذ هذا البوكس هلا. اوكي انا شوف شو بقلبه. او المفتاح. اوكي نشوف المفتاح شو بيعملنا. نفتح الجرور صح، وهون بيطلع لنا هذه صورة اما. اوكي يا جماعة هذه صورة اهلا، اما وبي وهيك يعني عائلتها. اوكي في هون هيدي كمان البكري لإله، وهيدي صورة أهلها. هلا هودي بدنا نروح عند الدكتورة، هون في دكتورة. أوكي يا جماعة أنا هلا هون رحت على غرفة الممرضة الثانية، سألت أسرة. أول شي سألتها قديش أنا صار لي نايمة، قالت لي إنه صار لي نايمة 3 أيام، وإنه يعني قلت لها إنه صرت نايمة نمت كتير لمدة كتير طويلة. وقلت لها اني لازم الاقي قطتي، قالت لي انه قطتك يمكن ميتة. أم قلت لها اوكي ماشي، بس قلت لها نسيت اقول لك انه انا حملت شغل. قالت لي شويه، قلت لها انه كسرت البراده او كسرت البراده اللي بالشباك اللي بغرفتي. قالت لي في شيء ناقص من البردايه. قالت لي شفتيه؟ قلت لها لا ما شفته. طبعا هذا الشيء نحن اخذناه لانه نحن بنحتاجه. فقالت لي رجع، قالت لي اوكي رح اني انزل لتحت وشوف اذا موجود يعني تدور عليه. فهون اني رحت على غرفه الممرضه واخذت هيدي العلبه اللي بقلب الدواء، واخذت هيدي ضماده الجروحه، هيدي ضمادة الجروحة مش نحتاجها، أخذناها. وهذا أوكي، هذا لقينا فرد هون كود لهيدي العلبة، هو 1A2B3C4D5E6F7G8. لايكو يا جماعة، الكود هو على حسب الكود هو على حسب ترتيب الأحرف الأبجدية بالإنجليزي. هلا رح نفتحه. يوز H ترتيبه رقم 8. لا 8 مش 9، 8 1I9 D4 وE5. وهيدا الكود يا جماعة، هود الدواء اللي ما هي ممنوعة بنتاخده، بس هذا الدواء احنا نختارش ناخده. اوكي رح نشوف المطرحة هون كيف تصير استخدام الدواء. رح ناخد خيط من هون، هذا بنحتاجه، اخدناه. اوكي ما في شي هون، رح نشوف.
هون يا جماعة كان في تحت تخت البنت، تحت تخت غرفة بغرفة البنات كان في غرفة الدكتورة مبينة. كان هو الدكتور عم يحكي مع عمتها لفران، عم بيقول لها انه عم تقول لها انه انا بدي اخذ فران. قال لها لا انت ما فيكي تاخديها. يعني عم يحكوا مع بعض، عم تقول هي انه انا بدي اخذها. قالت له ما عادش فين انت لحتى اخذها معي على البيت. الدكتور عم يتخانقوا، هي عم تقول له انه انا بدي اخذها وهو عم بيقول لها لا. اوكي عرفنا شو صار. طبعا هون كان المطرح ما نزلنا منه. هلا بدنا نحاول نفتح الباب، بدنا يمكن ندمج كومباين هودي. هلا صار معنا المفتاح، نفتح الباب. اوكي فتح الباب، بدنا نشوف شو في هون. اوكي في هون بنات، هيدي بدنا ناخد منها قلم. يمكن هون يا جماعة كان في هيدي البنت، هيدي البنت نحنا بنحتاج منها قلم، قلم أخضر، لأنه بلكي عصناه للقلم أو بلكي احتجناه للقلم. بعتقد بنحتاجه لأنه في واحد قالنا بكون ترسموا لي رسمي أو هيك شيء، مش متذكرة للصراحة. فبلشنا نحكي معه، قلنا لا فيني أخذ قلم. قالت لي لا هودي قلامي وما بدي هيك. قلت لها ليش؟ ما أنت عندك قلام كتير. قال لا أنا ما بدي أعطيك شيء، أنا بحب أرسم بالقلام. فبلشنا نحكي هيك مع بعض ومدري شو. بلشت تحكيني عن الممرضات كيف بيعملوها ومدري شو. ايه بلشنا نحكي هيك حكي. هون البنت قال لي انه البنت قالت لي انه في عيدي جروح، هني الممرضات يمكن عملوا لي اياهم لهول الجروحة، جرحوا لايديها. قال لو سمحتي ساعديني. عم تقول لهم انه هودي حليب احمر، هو اكيد مش حليب احمر، هودي دم. هي حبيبتي منها فاكرين انه حليب احمر. قالت لي حطي لي الشعر هون عشان يهد الدم او الحليب الاحمر مثل ما هي البنت بتقله. قلت له اوكي رح شوف شو فين اعمل. طبعا مثل ما قلت لكم في عندي هيدي التلزيقه جبتها من غرفه الممرضه لما كنا اول حلقه، فحطيت لها اياها على ايدها. وشكرتني البنات هون، شكرتني قالت لي هلا صار فيكي تاخدي القلم من قلامي، واعطتنا القلم. اوكي هلا نزل. اوكي اسم الدكتور حلو. عم تقول لي انت لازم تكون بغرفتك. رح اقول لك اكيد، رح اقول لك انا كنت تركت الباب مفتوح. قالت لي انا مأكد انه ستو. قالت لي رح اقول لك انت ماني رايحة. قالت لي اوكي كيلو. اوكي مش الحال، خدرنا هالمرة وصفينا هلا نروح. اوكي يا جماعة هيدا هو الباب، هيدا الباب اللي هون اصفر اللي بدنا نفتح الباب فيه ونهرب من الميتم. طب هون نفرشنا نطلع مسكر. رح نفوت لهون. اوكي طيب. طيب يا جماعة رح اضطر هلا اني اختم هون اللعبة عشان طولنا كتير، فبديش طول اكتر من هيك. فان شاء الله كنا نجيبكم الفيديو، اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة. وبس مع السلامة.